ترأس السيد محمد الحسيني الكاتب العام لعمالة إقليم برشيد يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري اجتماعا تنسيقيا خصص لتدارس الإجراءات المعتمدة لمراقبة الأسعار وضبط تموين الأسواق بالمواد والمنتوجات الغذائية الكافية لتلبية طلبات المستهلك خلال شهر رمضان. وقد استهل السيد الكاتب العام كلمته بالتأكيد على أهمية المواكبة والتتبع المستمر من طرف مختلف المصالح ذات الصلة خلال شهر رمضان، سواء من ناحية الجودة والتموين والأسواق أو التلاعب بالأسعار. المحلات التي تمت زيارتها 2405 ديال اليوم، العدد ديال لي زافراكسيون كي تنقولوا لي زافراكسيون بدات فيها لي بروسيدور قضاء 20 ملف. لي ساك اون بلاستيك اللي تم يعني الكميات اللي تم الحجز ديالها اللي هي مواد ممنوعه مواد مسربطه 35 طن اللي تم الحجز ديالها، وتم الحجز ديال 1855 كيلوغرام ديال المواد الغذائيه اللي هي غير قابله للاستهلاك. هذه غير في هذه المده ما بين شهر واحد ولا عاد الارقام اللي عطيت لكم ديال السنة الفائتة مما يدل على أنه الحمد لله اللجنة الإقليمية كدير العمل ديالها، واللجان المحلية برئاسة السادة رئيس السلطة كدير العمل ديالها، ولكن هاد السنة هادي خصنا نضاعفوا الجهود ديالنا من أجل وضع حد لهذه الممارسات المخالفة للقانون. ويأتي هذا الاجتماع في سياق تنفيذ تعليمات عامل إقليم برشيد السيد نور الدين أعبو، والتي تؤكد على وفرة جميع المنتوجات الغذائية التي تعرف إقبالا كبيرا بمناسبة هذا الشهر الفضيل. على أنه جميع المنتوجات الغذائية اللي كي يقدمها المواطن ستكون متوفرة بوفرة تامة. ويشار أن هذا الاجتماع حضره ممثلي السلطات المحلية والأمنية بالإقليم ورؤساء المصالح المعنية، المكتب الوطني للسلامة الصحية والتجارة والصناعة والانتقال الطاقي والفلاحة والصحة والحبوب والقطنية.